خمس ألعاب خدعتنا بشخصية البطل. تخيل أنك تكون متحمس مرة للعبة وتبدأ تلعبها ببطل معين، بعدين تكتشف أن هذا البطل وهمي والبطل الحقيقي شخص ثاني تماماً. تعرفوا معنا في حلقتنا اليوم على خمس ألعاب خدعتنا بشخصية البطل، وتحذير مسبقاً بيكون في حرق لبعض أحداث هذه الألعاب. لكن قبل ما نبدأ لا تنسوا ضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. مين منا ما يتذكر عرض فيديو الكشف عن لعبة Metal Gear Solid 2؟ هذا عرض دعائي جنن اللاعبين وخلاهم ينتظرون جهاز PlayStation 2 بفارغ الصبر عشان يلعبون اللعبة. وفي العرض ظهر البطل المعروف الأسطوري Solid Snake وهو على ظهر سفينة تحمل سلاح Metal Gear الشهير. طبعاً طبيعي جداً أن كل اللي شافوا اللعبة أو كانوا ينتظرونها يعتقدون أن البطل هو Solid Snake كالمعتاد، وأن هذا الشيء تأكد بزيادة بعد العرض الدعائي للعبة. لكن اللاعبين كانوا مقبلين على أكبر مقلب يمكن في تاريخ الألعاب. سوليد سنيك كان شخصية فقط تلعب فيها في أول ساعة تقريبا من اللعبة، بعدها تتحكم بطل جديد اسمه رايدن وتكمل فيه لنهاية اللعبة. المصيبة أن سوليد سنيك سليم ما في أي شيء، وكان معاكم في المنطقة اللي صارت في اللعبة حتى تقابله هناك. لكن مطور اللعبة كوجيما قررنا تقديم بطل جديد بتكون فكرة ممتازة وقتها، وأكيد هذا الشيء سبب ضجة كبيرة ولازلنا نسمع صداها إلى اليوم. لعبة ثانية معانا هي لعبة Modern Warfare 2، لازالت إلى اليوم أحد أفضل سلسلة Call of Duty إذا ما كانت الأفضل، وكان فيها مقطع مثير جدا للجدل ولازالوا ناس كثير يتكلمون عنه إلى اليوم. طبعا بطل اللعبة وقتها كان الجندي جوزيف ألين واللي تحكم فيه بداية اللعبة، لكن هذا الشيء ما راح يستمر كثير. في المهمة الثانية من اللعبة يروح البطل في مهمة صعبة يتنكر فيها بقية شخص روسي اسمه أليكسي بوردين، وفي مهمة نوراشن الشهيرة يشارك البطل مع الشخصية الشريرة مكرو في هجومه الوحشي على المطار واللي قتل فيه أبرياء كثار. في نهاية الأحداث هذه يقوم مكرو بقتل جوزيف، وينتهي هنا دور الشخصية اللي اعتقدنا أنها كانت بطلة اللعبة. ثالث لعبة معنا هي لعبة Kingdom Hearts 2. في بداية لعبة Kingdom Hearts 2 ما راح تلعب بالبطل سورا المعتاد، لكن تلعب شخصية أخرى تماما ولو أن فيها شبه من بطل اللعبة المعروف من الجزء الأول. الشخصية الجديدة اسمه روكسس، هو تعتبر شخصية النوبادي من سورا بطل اللعبة. لما تتحكم فيه في البداية بتكون في مدينة اسمها تويلت تاون، وخلال أول ست أيام تتحكم فيه تتعلم طريقة اللعب في Kingdom Hearts 2. كثير ناس اعتقدوا أن هذا هو بطل اللعبة، إلين ما لاحقا تكتشف أن سورا موجود ولازم ترجع له عشان يبدأ مشواره كبطل حقيقي. اللي يضحك هو رغم أن روكسس بس موجود في مقطع قصير بداية اللعبة إلا أنك تقدر تطور شخصيته وتوصل حتى ليفل 99. رابع لعبة معنا هي لعبة Dead Space 3. سلسلة Dead Space قدمت لنا مجموعة من أقوى ألعاب الرعب في السنوات الماضية. في الجزء الثالث من اللعبة راح تبدأ بشخصية جديدة اسمها تيم كوفمان. طريقة التحكم فيه تشبه بطل اللعبة المعروف آيزاك كلارك، وبالتالي كان ظهر لنا كبطل وهمي للعبة. اللي صار معه هو بعد البداية المثيرة جدا للعبة كوفمان قتل في نهاية الأحداث، بعدها تنتقل فينا اللعبة إلى وقت ومكان مختلف تماما، وهنا يظهر لنا آيزاك كلارك بطل اللعبة الأصلي واللي بنرجع نتحكم فيه في هذا الجزء والبقية أحداث اللعبة. آخر لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy 10. الكثير منا كان متحمس للعبة Final Fantasy 10 بحكم انها اول اجزاء سلسلة Final Fantasy العريقة على جهاز PlayStation 2 اللي كان فيها تمثيل صوتي وكانت 3D بالكامل. اللعبة الجديدة كان بطلها على الاقل من بدالها في بداية اللعبة ولد اسمه تيتوس بشعرها الاشقر وسيفه المميز جدا، حتى قالنا في بداية اللعبة Listen to my story بمعنى استمعوا الى قصتي. طبعا اللي صار فعليا في اللعبة هو اننا ما سمعنا قصته ابدا، والقصة اللي صدق سمعناها هي قصة شخصية ثانية اسمها يونا واللي راح تنضم لك وتبدا تسمع تفاصيل حياتها ومعاناتها وايش جالسة تحاول تسوي. اما تيدس فهو فعليا كان ديكور في اغلب اوقات اللعبة. الشخصيات اللي ذكرناها مجرد امثلة بارزة في وسط العاب كثيرة كان فيها بطل وهمي. هل قد مر عليكم شيء مشابه؟ شاركونا براكم في التعليقات يا احلى المتابعين، ولا تنسون اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وادعمونا يا رهيبي. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم على المتابعة، مع السلامة.